السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين بأحلى شهر في السنة وبأحلى شهر عند ربنا سبحانه وتعالى، والشهر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله للناس ان يرجعوا له تاني ويفتحوا مع ربنا سبحانه وتعالى صفحة جديدة من جديد تاني. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الجليل، قال الله تعالى: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سبه أحد فليقل إني صائم. هذا حديث قدسي، حديث عظيم. ربنا سبحانه وتعالى فيه بيأمرك فلا يرفث، يعني ما تعملش ذنوب، يعني ما تقربش من الذنوب في شهر رمضان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لما حد يسبك او حد يغلط فيك او حد يجي على حقك، ذكر نفسك فان الذكرى تنفع المؤمنين، فقل اني صائم. ذكر نفسك انك صائم عشان تمسك لسانك، عشان لسانك ما يقولش كلام يغضب ربنا عليك سبحانه وتعالى في شهر رمضان. فليقل اني صائم. كل الناس اللي حواليك، كل الشعوب اللي حواليك نفسها تبوظ صيامك، نفسها تبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا بيحبس لك الشياطين في شهر رمضان، لكن هما بيعملوا لك حاجات تانية والله والله أسود من الشياطين ألف مرة. اوعى تفتكر إن الشيطان ده ممكن يغير حاجة في حياتك. أضعف شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الأرض هو الشيطان ده، ما يقدرش يغيرك ولا يقدر يخليك تاخد قرار انت مش عايزه. انت لما بتبقى مش عايز تاخد قرار او مش عايز تعمل حاجة معينة، ألف واحد يبقى حواليك ونفسهم يخلوك تغير رأيك في حاجة معينة، بس انت ما بتغيرش رأيك واللي انت عايزه بتعمله. فاوعى تفتكر ان الشيطان لما يوسوس لك تعمل حاجة انت هتمشي وراه، لا، الشيطان ضعيف جدا، هو عمره ما بيخليك تعمل حاجة، انت اللي بتعمل بنفسك. عشان الشيطان لو هيخليك هو اللي هيخليك تعمل، ربنا مش هيحاسبك عشان انت بتعمل. ربنا سبحانه وتعالى حذرك من الشيطان، الشيطان ده ربنا حذرك منه بدل المرة ألف. ربنا بيقولك ولا تقربوا خطوات الشيطان، ما تقربش من الخطوات بتاعت الشيطان أصلا. فلما ربنا سبحانه وتعالى حبس لك الشياطين في شهر رمضان وقفل لك كل شيء ممكن الشيطان يجي لك منه، طلعوا لك مسلسلات جديدة مش بتاعت السنة اللي فاتت، لا، طلعوا لك مسلسلات انت ما شفتهاش قبل كده عشان يجبروك ان انت تسمعها، طلعوا لك برامج جديدة عشان يجبروك ان انت تسمعها اول مرة تشوفها، بيجبروك ان انت تسمع الحاجة دي عشان انت ما شفتهاش قبل كده. هو ده الاسود من الشيطان الف مرة. الشيطان ما بيعمل لكش مسلسل وما بيعمل لكش فيلم وما بيعمل لكش في مسلسلات نساء عريانة بالشكل ده، ما بيجيب لكش في البرنامج واحدة عريانة عشان تتفرج عليها وانت بتفطر، لا، الشيطان بيجي يوسوس لك تعمل حاجة معينة. ولو انت مش عايز تعملها، لو جابولك ألف شيطان، لو جابولك إبليس نفسه، انت مش هتعملها. فياريت تفهم كويس ان هما دلوقتي بيحاربوك بجيش من الشياطين، اللي هو المسلسلات والبرامج اللي احنا بنقعد على الفطار نسمعها وبيبقى فيها حاجات تغضب ربنا ورسوله عليه الصلاة والسلام. فياريت ما نسيبوش نفسنا في شهر رمضان، ده شهر واحد في السنة كلها، الشهر ده هو اللي بنبدأ فيه صفحة جديدة مع ربنا، هو أول صفحة في السنة، هو أول شهر في السنة تنكتب فيه أعمالنا. فياريت وإحنا بنكتب أعمالنا يبقى نكتب أحلى شيء في أعمالنا، نقرب من ربنا سبحانه وتعالى فيه. بلاش مسلسلات، بلاش أفلام، بلاش برامج في شهر رمضان. ربنا حبس لك الشياطين عشان ما يبقاش عندك حجة
ان انت بتقول الشيطان وسوس لي، والشيطان خلاني يا رب انسى نقرأ القرآن، انسى اعمل حاجة، انسى اصلي. لا، ربنا حبس لك الشياطين عشان ما يبقاش عندك سبب ان انت تقول انا عملت كده عشان الشيطان. ما فيش شياطين، فيش اي شيء. الشيطان اللي جواك ده شيطان نفسك انت اللي يخليك تسيب المصحف من ايدك تقعد قدام مسلسل. شيطان نفسك انت اللي يخليك تسيب حياتك وحياتك مع ربنا سبحانه وتعالى عشان تسمع برنامج، او تشتم حد، او تغلط في حد، او تقوم تمسك في حد عشان تتعارك معاه. ده زي ربنا سبحانه وتعالى ما قال في الحديث: اذا سبك احد فقول اني صائم. هو ده اللي هينفعك والله العظيم قدام ربنا سبحانه وتعالى. ما تضيعوش شهر رمضان، هو شهر واحد في السنة. الله أعلم مين هيكون عايش السنة الجاية تاني. الله أعلم مين اللي هيعيش في رمضان ده، مين اللي هيكمل فيه، الله أعلم. فبالله عليكم بلاش نضيع شهر رمضان. احنا ما صدقنا شهر رمضان الكريم ده جه ولقانا ان احنا عايشين ومستنيينه. مش حاسين بدخلته، مش حاسين بفرحته، بس والله 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 كل ده من ذنوبنا واللي احنا بنعملوه طول السنة بيطلع علينا في شهر رمضان. ما بنحسوش بطعمه، ما بنحسوش بدخلته، ما بنحسوش بهلة رمضان علينا. كل ده من ذنوبنا. فان شاء الله توبتنا في رمضان والرجوع لربنا سبحانه وتعالى هنحس وهنخش في أجواء رمضان إن شاء الله. وبالله عليكم ابعدوا عن الذنوب والمعاصي والمسلسلات والبرامج اللي هتضيع صيامنا طول اليوم. وما تنسوش ان ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصيام ما فرضوش عن الاكل والشرب، عشان اللي بيفرض الصيام عن الاكل والشرب ده ممكن يبقى دكتور، تروح لدكتور يقول لك يمنع الاكل يوم واثنين وثلاثة، لكن ده ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرك ان انت تصوم يبقى بيأمرك ان انت تصوم عن المعاصي والذنوب وكل شيء. فبالله عليك لو هتصوم بصوم عن كل الذنوب، ولو هتفضل تعمل ذنوب يبقى بلاش تصوم عن الأكل والشرب.